حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم مرة تانية في الجزء الثاني من جرامر الوحدة الستة، وده آخر جرامر معانا في المنهج السنة دي في الترم الأول. اللي ما اتفرجش على حلقاتنا من الأول ممكن يدخل على القناة ويجيب الصف الثاني الإعدادي من قائمة التشغيل، هيلاقي كل الجرامر من أول ما بدأنا لغاية ما خلصنا إن شاء الله. طبعا الجرامر بتاع النهارده بيكلمني عن الباسيف فويس. كلمه باسيف فويس يعني مبني مجهول، وعشان اقول في الانجليزي ان الصيغه صيغه مبني مجهول لازم الاقي فيرب تو بي وراه تصريف ثالث. ثاني حبايبي فيرب تو بي وراه تصريف ثالث. يعني ايه فيرب تو بي وراه تصريف ثالث؟ يعني كلمه بي، قال لك لا، اي حاجه من فيرب تو بي وراه تصريف ثالث يبقى الكلام ده مبني مجهول. يعني لو شفت ام، لو شفت از، لو شفت ار، لو شفت واز، لو شفت وير، لو شفت بي، لو شفت بن، لو شفت being، اي حاجه من دول لقيت وراها تصريف ثالث اعرف ان الصيغه دي مبني مجهول. طب ما فيش اي حاجه من دول وراها تصريف ثالث يبقى كل ده مش مبني مجهول، كل ده مبني معلوم. اللي يهمنا النهارده هم دول ام واز وار والتصريف الثالث اللي هو المبني للمجهول في المضارع البسيط. طبعا انا عارف ان المضارع البسيط بيكون من التصريف الاول للفعل، يعني الفعل خلاص في التصريف الاول، او الفعل ده مضاف له اس او اي اس. تاني الفعل في التصريف الاول او مضاف له اس او اي اس. قال لك لما اجي ابني الفعل في المضارع ده مجهول، قال لك بحط مكان الفعل ده اس او ار، وبعدين اجيب التصريف الثالث للفعل، طبعا اكيد موجود ام كمان. طيب يبقى اذا صيغه المبني المجهول دي، يبقى المضارع البسيط مصدر او فعل في اس او اس ده معلوم. طب المجهول از وار وام وتصريف ثالث، بس لازم تكون عارف ان از وار دي جايه هنا عشان بتيجي مضارع، بيجيب فيرب تو بي مكان الفعل، فعل مضارع يبقى هيجيب فيرب تو في المضارع، فعل ماضي يجيب فيرب تو في الماضي، فعل في اي ان جي يجيب فيرب تو بي اي ان جي. فهنا جاب لي فيرب تو بي في المضارع اللي هو ام واز وايه وار، وبعدين حول الفعل ده لتصريف ثالث وكده يبقى بنى مجهول. تعال نشوف الكلام ده بسرعه كده. لما يجي يقول لي مام كوكس اور فود، يعني ماما بتطبخ الطعام. قال لي عشان ابني مجهول ببدا بمين يا حبايبي؟ بالمفعول، وبعدين بجيب ام از ار، وبعدين التصريف الثالث، والفاعل بيجي مسبوق بكلمه باي. طيب تعالى نعمل الكلام ده ونطبق الكلام ده. فين المفعول بتاعي؟ هتقول لي اور فود. اور فود ده المفعول بتاعنا. طيب اجيب كوكس؟ قال لي لا، لازم اجيب ام از ار. طيب الفود اسم له يعد، فاذا هقول از. طب التصريف الثالث من كوكس؟ قال لي كوكد، يبقى اس كوكد. طب مام هجيب قبلها باي، يبقى باي مام. تاني اور فود از كوكد باي مام. لاحظ ادي اس، ادي تصريف ثالث. هو ما ينفعش اقول اس كوكينج؟ قال لك لا، ده هيبقى زمن ثاني خالص، مضارع مستمر وهيبقى الكلام معلوم مش مجهول. يبقى اور فود از كوكد باي مام. تاني اور فود از كوكد باي مام. مثال تاني لما اجي اقول لك كاربنترز، كاربنترز يا حبايبي اللي هم النجارين، ميك يعني بيصنعوا، تشيرز يعني تشيرز كراسي. لما جابني الجملة دي مجهول يبقى هبدأ بالمفعول. فين يا حبايبي؟ قال لي تشيرز، يبقى تشيرز. طيب المفروض ان انا بجيب مين مكان الفعل؟ از ار، هقول له ار. ليه؟ قال لي عشان تشيرز جامع. طب التصريف التالت من ميك؟ قال لي ميد، يبقى تشيرز ار ميد. طب الفاعل هجيبه مسبوق بكلمة باي، يبقى باي كاربنترز. يبقى تاني chairs are made by carpenters. تاني chairs are made by carpenters. هديك جملة هتوضح لي كتير جدا الفرق بين المجهول والمعلوم. يعني لما اجي اقول لك هاني visits or is visited his uncle every day، ونفس الجملة تقريبا هاني visits is visited by his uncle every day. هنا بقى لازم اترجم ترجمة كويسة جدا. فو بيقول لي هاني ايه؟ his uncle. قال لي هنا هقول هاني بيزور عمه، يبقى عمه هنا هو المفعول، معناه ان الكلام ده مبني معلوم عادي، فاذا هقول visits. طب تحت بقى قال لي هاني باي هيز، باي هيز انكل يعني بواسطه عمه، يبقى اذا هاني هو المفعول مش الفاعل، لان مش معقول هقول هاني بيزور بواسطه عمه، امال هقول ايه؟ هاني بيزار بواسطه عمه. فبالتالي هقول هاني از فيزيتد باي هيز انكل. تاني هاني از فيزيتد باي هيز انكل. ده بالنسبه للاختياريه. طب يا مستر في الاخطاء بتجي لي ازاي؟ قال لي في الاخطاء بيقول لي كده، يقول لي cars
make in Japan، يعني العربيات بتصنع في اليابان. طبعا هنا مش معقوله العربيات بتصنع، العربيات لا تملك انها تصنع، يعني العربيات هنا مش فاعل، العربيات هنا مفعول به. قال لي طالما مفعول به يبقى ما ينفعش اجيب الفعل كده، امال طالما هو مضارع يبقى هجيب از وار والتصريف الثالث، يبقى اذا هقول كارز. طب تاخد از ولا ار؟ قال لي هتاخد ار، يبقى كارز ار. التصريف الثالث هو ميد، يبقى كارز ار ميد. او نقول لي كارز ار ميكينج، اقول له لا يا باشا كده معلوم. ليه؟ لان ار مش جاي وراها تصريف ثالث، ده جاي وراها فعل في ان جي، فاذا هقول كارز برضو ها ار ميد تاني، كارز ار ميد. تعال نشوف بقى في النفي. طبعا انا عارف ان في النفي في المضارع البسيط بتلاقي دونت او ها دازنت، جميل، ودونت ودازنت بتلاقي وراهم مصدر الفعل. ده النفي في المضارع البسيط. قال لك لما اجي ابني مجهول هبدا بالمفعول عادي جدا. قال لك بس مكان دونت ودازنت هجيب ازن او ارنت او ام نوت، عشان ما تزعلش لحسن تفكر ان ام نوت ما بتجيش. وبعدين قال لك مكان المصدر هجيب باست بارتيسيبل تصريف ثالث، وبعد كده هجيب الفاعل مسبوق بكلمه باي، تاني هجيب الفاعل مسبوق بكلمه باي. مثال لما يجي يقول لي رانيا doesn't wash the dishes، يعني البنت رانيا دي ما بتغسلش الايه؟ الاطباق. ويقول لي بديل مجهول، يبقى انا لازم ابص على مين يا حبايبي؟ المفعول اللي هو مين؟ ها the dishes، يبقى اذا هقول the dishes. مالها؟ isn't ولا aren't؟ قال لي لا تاخد aren't عشان هي جامع، يبقى aren't. aren't ايه؟ قال لي aren't washed by مين؟ ها by running. يبقى تاني لما جاب لي مجهول في النفي ببدا بالمفعول isn't و aren't وبعدين التصريف الثالث. طب مثلا ما هو ما يجيش يقول لي ابني مجهول، ده هو بيجي لي في الاختياري. قال لي خلاص في الاختياري لو الجمله مبني مجهول يبقى هجيب isn't و aren't والتصريف الثالث مش don't و doesn't. يعني لما يجي يقول لي our car، العربية بتاعتنا is isn't، ويقول cleaning ولا clean ولا cleaned every day، يعني ما بتتنضفش كل يوم. هقول له ما بتتنضفش، يعني الكلام ده مبني مجهول، فاذا isn't هيجي وراها تصريف ثالث مش هيجي وراها مصدر ولا فعل فيه ing. لما يجي يقول لي football يعني كرة القدم، ويقول it doesn't play it by أحمد. طيب لما أجي أشوف معنى الجملة مش معقول هقول إن كرة القدم بتلعب أحمد أو ما بتلعبش أحمد. ثانيًا جايب لي هنا باي أحمد، يعني بواسطة أحمد، يعني الكلام مبني مجهول. يعني أوعى تغلط وتقول doesn't play، لأن لو قلت doesn't play يبقى الكورة ما بتلعبش. أمال أقول إيه يا مستر؟ قال لي هشيل doesn't وأجيب مكانها isn't عشان يبقى الكلام مبني مجهول، اقول football isn't played by احمد. تاني football isn't played by احمد. طيب تعال نشوف السؤال. قال لي في السؤال في زمن المضارع البسيط، طبعا عارف ان اما ان انا ابدا بدو او داز او ان انا ابدا باداه استفهام، واداه الاستفهام برضو هيجي بعدها دو او داز، وبعدين هيجي الفعل، وبعدين هيجي الفعل، فعل ده بيكون في المصدر، وبعد كده بيجي المفعول. لازم تركيبة السؤال تكون بالمنظر ده عشان اقدر ابنيها مجهول. قال لي لما اجي ابني مجهول قال لي هبدأ بأداة الاستفهام شكل ما هي، وبعدين يبقى انا هبدأ بال دبليو اتش، بس مكان دو داز خلاص لازم اجيب از او ار او ام. طيب بس قبل ما اجيب ام او از او ار لازم ابص على المفعول يا حبايبي، لان المفعول هيجي مكان الفاعل، يبقى اذا هقول هنا مفعول، وبعدين قال لي بعد كده الفعل ده لازم يكون باست بارتيسيبل تصريف ثالث، وهنا الفعل هيجي مسبوق بكلمه باي، يبقى انا كده بنيت مجهول في السؤال. مثال لما يجي يقول لي when does honey watch films، يعني امتى هاني بيشاهد الافلام؟ طيب انا عايز ابني مجهول، قال لي عادي جدا هبدا ب when. طب does هجيب مكانها is او are او am، بس قبل ما اجيبها لازم اروح لمين؟ فيلمز. ليه؟ لان هي اللي هتيجي وراها، فهقول وين ار، جميل، لان الفيلمز جمع. طيب اقول هاني؟ لا لازم اقول فيلمز، يبقى وين ار فيلمز. طب واتش؟ قال لي هتبقى ها واتشد، يبقى وين ار فيلمز واتشد، واجيب الفعل مسبوق بكلمه باي، يبقى باي هاني. تاني وين ار فيلمز واتشد باي هاني. انا كده قدرت ابني مجهول في السؤال، اداه الاستفهام
وبعدين إز أو آر مكان دو أو داز، وبعدين المفعول، وبعدين التصريف الثالث والفاعل مسبوق بكلمة باي. طب في الاختيارات هيجي لي إزاي؟ هيقول لي وير، آر، كارز، ويقول لي ميك، ميكس، ميد، ويقف. هقول له أين تصنع السيارات ولا أين تصنع السيارات؟ قال لي أين تصنع، يعني الكلام مبني إيه؟ مجهول. يبقى أنا عايز ولا آر دي يا حبيبي؟ تصريف ثالث، يبقى ميد. يبقى في السؤال أداة الاستفهام لما يجي وراها إذا وار في المضارع البسيط يبقى الفعل وراها يجي تصريف ثالث، لأن الكلام هيبقى مبني مجهول. وبكده يبقى أنا قدرت أبني مجهول أو أعرف صيغة المبني للمجهول في المضارع البسيط في الإثبات وكمان في النفي وكمان في السؤال. تعال بقى نشوف الكلام ده في كتاب جيم وكتاب المعاصر. تعال نبدأ يلا بكتاب المعاصر صفحة 325. نمبر 1 بيقول لي the museum is by lots of people every year. طبعا هنا المتحف يزار وليس يزور، فبالتالي الكلام مبني مجهول فلازم اقول is visited. is visited انا قلت حبايبي مبني مجهول، يعني لازم يكون في verb to be وراه تصريف ثالث، وعندنا في المضارع is او are والتصريف الثالث. اللي بعدها نمبر 2 بيقول من fish in the sea near port said. طبعا هنا من fish يعني كثير من الاسماك، لازم اقول بيتم اصطيادها، طيب فلازم اقول are caught. واللي عرفني ان fish هنا جمع ان جاء قبلها كلمه many. اللي بعدها جيزه is a for its ancient pyramids. تاني جيزه is for its ancient pyramids. طبعا هنا لما اقول لي الجيزه مشهوره بيه او معروفه بيه اسمها is known، يبقى اذا هيجي وراها تصريف تالت. اللي بعدها بقول our beautiful coast is a by people. طبعا هي بيتم زيارته، يعني الكلام مبني مجهول يبقى لازم اختار ورا is past participle تصريف تالت، يبقى is visited. نمبر 5 بيقول لي only green energy يعني الطاقه النظيفه is a at the hotel يعني هي اللي تستخدم، يبقى اذا is هيجي وراها تصريف تالت هو كلمه used. اللي بعدها بيقول لي in the east hotel يعني في الفندق الشرقي most of the rubbish يعني معظم الزباله. طبعا معظم الزباله مالها؟ بيتم اعاده تدويرها، والزباله اسم لا يعد، فبالتالي لازم اقول is recycled. تعال نشوف نمبر 7. نمبر 7 بيقول لي the cake is by سلمى، يبقى اذا اتصنعت فلازم اقول is made او تصنع، يبقى is made by سلمى. the letter is a by مازن برضه مبني مجهول يبقى لازم اجيب تصريف ثالث وهو written. The next number 9 the zoo is visited by the students، يبقى the zoo is visited by the students يعني بواسطة الطلبة. The gifts a to مها، the gifts يعني الهدايا تعطى بواسطة مها، يعني الهدايا تعطى لمها. خلاص مش معقول هقول الهدايا تعطي شيء لمها، فبالتالي هقول the gifts ده جمع طبعا فهقول are given. are given. The next where is Port Said، هنا أين تقع اسمها is located. So where is Port Said located تصريف ثالث. اللي بعدها بيقول ايه cotton clothes made in Egypt، ثاني ايه cotton clothes made in Egypt. طبعا هنا هقول are cotton clothes made in Egypt، لان حبايبي القطن اسم له يعد ولكن الكلوزس اسم بيتعدي، يبقى اذا المقصود هنا الكلوزس الملابس وليس القطن، فبالتالي هقول ار. تعال نشوف الميستيكس. يلا بقول coral reefs sometimes damaged by boats. طبعا هنا يا حبايبي الكلام ده مبني مجهول لان هي بتدمر وليس تدمر. طيب طالما هنا هي اللي بتدمر فبالتالي لازم يجي مبني مجهول، وده دامج مضارع يبقى اذا او ار التصريف الثالث. طب الكورال ريفز قال لي جمع، طب طالما جمع يبقى تاخد ار. طب سام تايمز دي هتيجي فين؟ قال لي هتيجي بعد ار، يعني بتيجي بين ار والتصريف الثالث، يبقى اذا هقول ار سام تايمز دامجد، are sometimes damaged. The next بيقول لي many ancient buildings and monuments are finding in Minya. طبعا هنا to get ده مبني مجهول فبالتالي لازم is or be وراها past participle، فهقول are found. are found يعني to get. The next بيقول لي what places has visited by tourists in Egypt يعني الاماكن اللي بيتم زيارتها، كلام مبني مجهول يبقى visited هيجي وراه قبلها is او are. طب البليسز مالها؟ قال لي جمع فلازم اقول are visited، اوعى تقول is visited. The next the money is took by the thief، يبقى اخذت فبالتالي كلام مبني مجهول فلازم اقول is taken تصريف تالت بعد is. The next the Luxor temple is visiting by thousands of people. The next Luxor temple is visiting by thousands of tourists. طبعا هنا بيزار يبقى اذا مبني مجهول، يبقى اذا مش هيجي وراه فعل في ان جي لان كده معلوم، هيجي وراه تصريف ثالث هو كلمة visited، يبقى is visited يعني يزار. The next my homework is did by me، طبعا يؤدى بواسطتي، فإذا is هيجي وراه past participle يبقى done. The next the question asked by Mr. حلمي، طبعا السؤال
اتسأل مش هو اللي سأل، فبالتالي لازم اقول is asked. تاني is asked يعني بيتسأل بواسطة مستر حلمي. The next بيقول لي منيا is located near the Nile. طبعا هنا المنطقة اسمها is located. Is located. The next بيقول lots of food it grow in Delta. Lots of food it grow in Delta. طبعا يا حبايبي يزرع يبقى are is grown. لاحظ ان الفود اسم لا يعد. The next furniture is A. طبعا يصنع اسمها is made. Is made. Number four, where fruit is usually a pick in the early morning. تاني fruit is usually طبعا بتقطف فلازم اقول picked. Picked مش pick. طنطا is known. طبعا بقول طنطا معروفة بيه يبقى المفروض طنطا is known. تاني طنطا is known يعني معروفة بيه. طنطا is known for its delicious sweets يعني طنطا مشهورة بالحلويات بتاعتها. تعال يلا نشوف تمارين جيم صفحة 282. Number one بيقول لي the thief called by the police officer. طبعا يا حبايبي هنا انا بسأل هل اللص اتمسك بواسطة البوليس. طبعا هنا كلام مبني مجهول فلازم قبل التصريف التالي بيجي is او are. طبعا الثيف مفرد فبالتالي هياخد is. The next بيقول لي in summer في الصيف more ice cream than in winter. طبعا ice cream اكتر بيؤكل ويؤكل دي مبني مجهول فلازم اجيب is والتصريف الثالث فهقول is eaten. The next بيقول the flowers are watered in my mother. قلنا حبايبي الفاعل بيجي في المبني المجهول مسبوق بكلمه by. تعال نشوف نمبر 4 بيقول this writer's articles يعني المقالات بتاعه الكاتب ده ايه by many people. طبعا عايز اقول بتقرا وتقرا هنا يعني كلام مبني مجهول يبقى لازم اقول verb to be وراه تصريف ثالث اللي هو are read. اللي بعدها بيقول German A as a second language in our school. يبقى اذا الانجليزي بيتحدث بيه وده الكلام ده مجهول فبالتالي verb to be مش هيجي وراه فعل في ing لا هيجي وراه تصريف ثالث فلازم اقول is spoken. اللي بعدها بيقول لي petrol A from oil. طبعا بيقول لي البنزين طبعا بيشتق من البترول او بيتصنع من البترول يبقى هنا مبني مجهول يبقى لازم is والتصريف الثالث يبقى لازم اقول is made. اللي بعدها بيقول لي the walls الجدران aren't A by my mother. يبقى المفروض اقول aren't painted لان الكلام مبني مجهول ما بتندهنش. اللي بعدها my room every day. طبعا كل يوم الاوضه بتنظف. طب فين تنظف؟ قال لي is cleaned. Is cleaned. The next بيقول لي a lot of useful information يعني كثير من المعلومات المهمه. طبعا هنا الناس لما هنبص على information هنفكر انها اسم جمع. لا يا حبايبي الانفورميشن اسم لا يعد بيعمل معامله المفرد. Even the internet المفروض اقول توجد على الانترنت. طيب اقول are found ولو is found؟ لا هقول is found لان الانفورميشن اسم لا يعد. تعال نشوف المستيكس. بيقول لي جين درايفز تو سكول باي هير فادر افري داي. طبعا بيقول لي ان جين بتتوصل للمدرسه بواسطه باباها. طب اذا جين هنا مفعول مش فاعل فلازم اقول is driven. Is driven. وهنا مش معناها ان هي بتتساق طبعا يا حبايبي لا بيتم توصيلها. اللي بعدها بيقول لي milk is keeping in the fridge. طبعا اللبن بيحفظ يبقى اذا keep المفروض تكون تصريف ثالث فتبقى kept. Kept. The next بيقول لي do famous places visited by tourists. يبقى عايز اقول هل الاماكن بتزار يعني كلام مبني مجهول يبقى التصريف الثالث ده يجي قبله is or. طب places مالها؟ قال لي جامع. طب تاخد ايه؟ or. The next بيقول لي rooms is cleaning in this hotel every day. طبعا الغرف بتنظف. طب الرومز جامع خلي بالك ما تاخدش اس تاخد ار لان في ناس هتقول ده مبني مجهول فيبقى اس كليند. هقول لك بس خلي بالك ان الرومز جامع فلازم اقول ار كليند. تاني حبايبي ار كليند. ذا نيكست بيقول كلوثز ارنت سيل ان ذات شوب. بيقول لي ان الملابس لا تباع في هذا المحل يبقى المفروض كلوثز ارنت سولد. تاني ارنت سولد. The next بيقول لي who does your food cooked by. طبعا يعني الطعام بتاعك بيطبخ بواسطة مين؟ طبعا يبقى الكلام ده مبني مجهول يبقى cooked هيجي قبلها is او are. طيب الفود اسم لا يعد وعامل معاملة المفرد فياخد is يبقى who is your food cooked by. Thank you very much for watching but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات الجاية وحلقات المراجعة النهائية ان شاء الله. انتظرونا لان هنحل ان شاء الله مراجعات بيت باي بيت بالكامل بالاضافة الى الامتحانات بتاعته ان شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نتذكر مرة تانية اللي ما تفرجش على الفيديوهات من اولها يدخل على القناة يدخل على قائمة التشغيل هتلاقي الشرح بتاع الجرامر بتاع السنة دي بتاع الترم الاول من اول درس لغاية اخر درس. جود باي. السلام عليكم.